تدرس الحكومة الجزائرية حاليا بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون مشروع قانون مكمل لقانون الوئام المدني المعني بالإرهابيين الذين يسلمون أنفسهم للسلطات. المشروع يهدف إلى فتح الباب مجددا بصفة قانونية لمن يرغب بتسليم السلاح. هذا أكد الرئيس الجزائري على أهمية القانون الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. إعلان رئاسي جديد أطلقه الرئيس عبد المجيد تبون يأمر الحكومة بإعداد مشروع قانون يفتح مجددا ملف الوئام المدني ويسمح باستفادة من تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم إلى الجهات الأمنية والمتورطين في قضايا إرهاب من تدابير خاصة. إذن سيستفيد الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم تمس قتل شخص أو عدة أشخاص أو تفجيرات في مكان عمومية أو غير عمومية مأهولة أو غير مأهولة والذين ارتكبوا عملية اغتصاب فردية أو جماعية. إذن هذو الأشخاص لن يستفيدون من لم يكن متورط في هذا الأمر يمكن له أن يستفيد من هذا الإجراء بعد فتح الأجل القانونية سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. المصالحة الوطنية التي كانت تكملة لمشروع الوئام المدني والتي صوت عليها الشعب الجزائري عام 2005 لبدء مصالحة وطنية شاملة بين من حملوا السلاح ضد السلطات والشعب انتهت آجالها القانونية مع بداية 2006. وفتح الملف مجددا الآن يرى متابعون أنه يواكب التطورات الأمنية المحيطة بالجزائر. ويعتبر خطوة استباقية أولا للتحكم في هذا الملف لتسوية كذلك الملفات العالقة ولفتح الآفاق لمن يسعى إلى تسليم نفسه ومن الناحية الأخرى كذلك لمحاربة هذه الظاهرة وللحلول دون ما أن يكون هناك حتى كذلك تجنيد للفئات داخل صفوف التنظيمات الإرهابية. عشرات الإرهابيين سلموا أنفسهم إلى السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة حسب بيانات وزارة الدفاع المعلن عنها. أشخاص بقيت وضعيتهم عالقة يقول الرئيس الجزائري مقيدة بقانون تريد الجهات العليا توسعة دائرته لإغلاق ذلك الملف إلى الأبد. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد بأن هذا القانون الذي يدخل ضمن مبادرة لم الشمل سيعرض على البرلمان بغرفتيه بدلا من تمريره كمرسوم رئاسي بصفة منفردة. نازر واتسكاي نيوز عربية الجزائر. ومعنا من الجزائر الآن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي. أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغاربية. بداية، لماذا هذه الحاجة إلى هذا القانون المكمل في هذا الوقت؟ شكرا في البداية على هذه الاستضافة. في الحقيقة يعني هذا القانون جاء وفي وقته وكان يعني جد ضروري، لأنه قانون الوئام المدني ل 1999 ثم ميثاق السلم والمصالحة لعام 2005 ويعني وبدأت تدابير تطبيقه 2006 يعني كان محدد بأجل زمنية معينة، وكان الكثير من الأشخاص الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء تلك المدة الزمنية المعينة يعني بقيت حالاتهم عالقة، وهناك من تمت حتى محاكمتهم وأدخلوا إلى السجون، وبالتالي يعني بقيت ملفاتهم عالقة ينتظرون تسوية أوضاعهم. فهم يعني من جهة الواقعية ومن جهة الميدان سلموا أنفسهم، ولكن من الجهة القانونية الشرعية هناك يعني فراغ قانوني يجب أن يوضع إطار قانوني لينضوي تحت لواء هؤلاء الأشخاص. كذلك مثلا البعض ممن استفادوا من هذه التدابير الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار كانوا كذلك يعني صحيفة سوابقهم القضائية مدون عليها الجنح والجنايات التي قاموا بارتكابها قبل إطلاق سراحهم واستفادتهم من هذه الإجراءات، مما حال يعني دون حصولهم مثلا على مناصب الشغل واندماجهم في المجتمع كما كانت تسعى السلطات من أجل طي ملف المأساة الوطنية بشكل نهائي. وبالتالي هذا الإطار القانوني الجديد المسمى تحت عنوان لم الشمل جاء لسد هذه الثغرات، جاء لتغطية هذه النقائص، وحتى يستفيد هؤلاء الأشخاص وتسوى وضعيتهم في إطار تدابير قانونية جديدة، ونكمل مسعى يعني لم الشمل، مسعى توحيد الصفوف. نعم. طيب الآن في تأكيد أيضا من الرئيس تبون على قانون
محاربة تبييض الأموال، ويعني هذا الموضوع إلى أي درجة يبدو الأمران أو الملفان مرتبطان ببعضهما البعض؟ حقيقة يعني بعض الجماعات الإرهابية يعني تستفيد من عائدات إجرامية وتقوم يعني بتبييض الأموال الناتجة من هذه العائدات يعني في مشاريع وفي استثمارات، وبالتالي يعني الرئيس طالب بإعداد يعني أو تعديل، لأنه قانون الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال كان في 2005 ثم أعيد النظر فيه في 2012، والآن ستكون هناك تدابير جديدة للحد من ظاهرة تمويل الجماعات الإرهابية المنظمة وكذلك تبييض الأموال، وحتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم الآن إدراجهم يعني في الجريدة الرسمية ككيانات وأشخاص إرهابية، وبالتالي يعني حتى يقطع دابر تمويل هؤلاء ويقطع يعني استفادتهم من أي أموال أو من أي مساعدات يعني من جهة من الجهات، ويقومون باستعمال تلك المساعدات في أغراض تمس الأمن والاستقرار، وبالتالي كان لابد يعني ومن الضروري جدا أن يتم يعني تعزيز قانون الوقاية من تمويل الإرهاب يعني وتبييض الأموال، لأن الأمر يعني مرتبط ببعضه البعض. طيب سيد مروان، الآن فترة طويلة مرت على القانون الأول ويعني التسليم الإرهابيين الذين سلموا نفسهم كذا، إذا قيمت لنا باختصار نتائج العمل بهذا القانون حتى اليوم، ماذا تقول؟ مرت الجزائر يعني بسنوات عنف طويلة يعني وسالت دماء كثيرة، وبالتالي كانت تلك الإجراءات التي انضوت كلها تحت راية إجراءات الرامية إلى استتباب الأمن أتت بنتائج جد إيجابية من قانون الوئام إلى المصالحة الوطنية، حيث تم تسليم الآلاف من الأشخاص عن يعني أنفسهم إلى الجهات المختصة، وهذا يعني بأسلحتهم واندمجوا بشكل أو بآخر في المجتمع، وبالتالي الآن لابد من مرحلة أخرى هي مرحلة لم الشمل، ومجلس الوزراء من خلال بيانه كان واضحا عندما قال يعني إعادة النظر في قانون لم الشمل حتى ينحصر في فئة المستفيدين من إجراءات العفو والمصالحة، حتى لا تفهم هذه التدابير أنها ربما قد تمس فئات أخرى، أو ربما أن لم الشمل هذا قد يمس يعني فئات ربما قد تورطت بشكل أو بآخر في قضايا فساد أو نهب للمال العام. لذلك بيان مجلس الوزراء كان واضحا، وهو أن هذه الإجراءات المنضوية تحت عنوان لم الشمل تمس فقط الأشخاص الذين بقيت ملفاتهم عالقة والذين لم يستفيدوا من إجراءات المصالحة بعد أن انقضت الآجال يعني ووقعوا في الفراغ القانوني، وبالتالي قانون لم الشمل سيأتي بكل تأكيد لسد هذا الفراغ القانوني ولسد هذه الثغرة، وحتى لا. تتمكن واضح. الجزائر من يعني استرجاع كامل أبنائها، لأن ما تعيشه الجزائر يعني من تطورات يعني رهانات وتحديات كبيرة، يعني يجب بشكل نهائي حتى نلتفت إلى ما هو أهم. شكرا جزيلا لضيفي من الجزائر رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية السيد مروان عزي، شكرا جزيلا لك.